السلام عليكم، معك الاخصائي الحسن رئيس جمعيه بن عمان المبادرات التي حدثت مؤخرا، ارتأينا المشاركه في هذا المهرجان ديال اللي قمت. لما لهذه النبته من اهميه بالخصوص في الميدان الاقتصادي؟ نحن جمعيه يعني فتيه، لكن بطلب من الاخوان اللي كيشرفوا على الجمعيه ديال اللي قمت بادرنا بالمشاركه في هذا المهرجان المهم يعني، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. وحنا الاهداف ديال الجمعيه كما طرت لنا الاهداف ديال الجمعيه، ارتأينا المشاركه في النهوض بالمركز بصفه عامه فيما يخص الميدان الاجتماعي وفي ميدان خصوص البنيه التحتيه فيما يخص يعني لاجيستيون ديال الماء، يعني فيما يخص يعني تنميه المركز بصفه عامه. وان شاء الله كنتمنى وان شاء الله التوفيق هذا المهرجان يكون بادره طيبه ان شاء الله، ويكون بدايه لواحد خطيره ديال التنميه ان شاء الله، نبداو فيها ان شاء الله باش المركز يولي حتى هو بحاله بحال المراكز الاخرى ديال اقليم تيزنيت. بالنسبه للزوار اولا كنرحبوا بهم جميعا، نتمنى لهم ان شاء الله مكوت طيب في هذا المركز. كنطلبوا منهم انهم يجيو يشجعونا بما ان هذه هي يعني البريمير اديسيون ديال هذا الفيستيفال، بغينا يشجعونا ويدعمونا ان شاء الله باش نعطيو وباش نبينوا سيرتو يعني المركز والقبيله تزخر بالموروث الثقافي وبامكانيات مهمه. بغينا ان شاء الله نبينوا الافراد ديال الزوار كاملين، وان شاء الله والقبيله ديالنا راه معروفه، قبيله ايت ابراهيم معروفه عبر التاريخ بالمقاومه وبالخدمه. عندنا مؤهلات يعني الناس في ميدان الطب في ميدان سميتو، وعندنا الناس في التجاره الحمد لله. ونتمنوا ان شاء الله الزوار يلقاونا في سميتو، مرحبا بهم ويلقاونا في احسن ظروف. اش نقول لك، المهم كاين بعد نهار الاثنين يصادف عاشوراء، يوم الاثنين يصادف عاشوراء، نهار 8 يصادف عيد عاشوراء، ما يمكنش انك تبدلوا يعني الناس يعني كيعرفوا واحد عندهم واحد يعني شي طقوس ثقافيه وهذا ودينيه كتدار في ذاك النهار، دونك تي بو با شونجي. وعندنا الاثنين، اذا اللهم ارتئينا نديروا الحد والاثنين، حيت بينهم نهار السوق كيكون شويه الناس يعني ما عندهمش الوقت وكيمشيو يتقضوا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عبد الله بودي، رئيس الجمعيه اللي قامت بون عمان. ارن تشكر بعض الاعضاء الجمعيه غوفوس ليان الرئيس الجامعه بون عمان حتى هو تعاون ديالنا. ارن تشكر من اللي حاضرني المسمد يلاه تي راس كوسه اي زوار اول مره، ولكن ان شاء الله يختينا ربي ركيس. نتمنى باش يعدل داو هذا نساء اي زيكسو قدام ان شاء الله. هو المهرجان اللي قام هذه العين تسبون عام انتهى، هذه التسانس اللي قامت بزاف ماشي شويه، او تسويق نزنتي بزاف في تونس زنيت ان شاء الله. حتى نتمنى ان شاء الله باش نسكري هذا المقاغي اي كوين النعناع باش قسمونا وقسم ميقين بعد ولي سكرينا النعناع للزنزاني سكرينا النعناع ان شاء الله بحول كثيرا الى ساحه الجماعه ان شاء الله، وقبلها بجوار القياده مع الفنوس التقليديه والسلطه المحليه الامنيه الى غير ذلك. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع ابو الحيران مسيرا تعاونيا الفلاحيه تزرور جماعه المشاركه نحا المعرضه كانت مشاركه زعما يفولكين. نتشكر ولي يحي يغرانا ولي يحي نستافد من الدعوه نتاع دعوات باش نشارك المهرجان اللي قمت جمعيات حديثة العهد على ما أظن. راس نتمنى التوفيق، نتشكر المجلس الجماعي ونتار، نتشكر القيادة المهمة، نتشكر كل القائمين اللي سهرين في الخيرات باش تنجحنا إن شاء الله. نتمنى حتى نكنينا أن غير اللي كنحرى إن شاء الله نقدم حتى نكنين منتوجنا، نقدم تمازيرتنا، نقدم تعاونيا على أحسن وجه.
يعني تبان زعما يفول كي غير حاليا الحمد لله زك صباحا ديال الا يميك الاقبال واخا يدير شويه داري ركازن ديال يعني غلا يتبان غدا يحزو في الناس شويه الغياب العنصر النسوي بزاف كنا الناس نغي راه تبان بزاف في ركازن اكثر من تيمغاري تيمغارينا تدير شويه وراه بزاف تباينت ورا تفغنت ورا دار قضونت مع العين زعما المنتجات كله قالنا ما انت تيمغاري بزاف بدايه كتقرا بدايه زعما موفقه رنت انا ان شاء الله ريكوكر كل حسين كان قاعد في هراشا قاعد طامر هكا ثاني كان قاعد ماني كارتكا اسمي افكل حسين بدوار ايدي سكوير جامعه بوعمان ارنشكار المعارضه الباهره باهره ارنشكار الرئيس الجامعه بوعمان وعلي محمد ارنشكار الاعضاء كلهم فلان ارنشكار كله المحبين اخو المحل ارنشكار نكي عرفتي بيه قد طبيعي دواتي كل ما احنا نلاقي طعمار هكاتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلطة المحلية الأمنية إلى غير ذلك. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.